Gastronómica y geográfica. مساء الخير. كده صوتي مسموع؟ طيب مساء الخير. أنا اسمي ماهي مراد، founder of Studio 39، وبدرس ديزاين ستوديو في الجامعة الأمريكية في القاهرة. النهاردة أنا حبيت أتكلم معاكم على تصميم الفرنتشر أو قطع الفرش، ويعني قلنا نعدي كده إيه على البروسيس عموما، بتبقى عاملة إزاي، إيه الخطوات، إزاي ممكن الديزاينر يجيت انسبايرد، إزاي أصلا أعرف لو أنا interested في موضوع فرنتشر ديزاين ده ولا لأ، خاصة إن إحنا عندنا هنا في القاهرة لحد دلوقتي ما فيش تخصص واضح وصريح تصميم فرنتشر في الجامعات المصرية، إنما في parallel أو تعليم موازي عن طريق كورسات مثلا زي الستوديو 34 بيعملوه، وكورسات تانية متخصصة في أماكن كتير. فالفرنتشر ديزاين نوع من أنواع التصميم اللي بيقع في النص بين التصميم المعماري وبين أفرع تصميم البرودكت ديزاين أو تصميم المنتجات أو حتى تصميم الجرافيكس في بعض الأحيان. لما نيجي نبتدي عموما نتكلم على فرع من فروع التصميم، يعني الواحد بيحب يبتدي دايما بالتكلم عن الماضي. فلو جينا نقول إيه هي في الماضي، إيه الستايلز اللي كانت موجودة قبل كده، فعشان نعمل ده محتاجين نعرف يعني إيه كلمة ستايل أصلا، أو إيه الأنواع، إيه الأنواع بتاعة الستايلز. مثلا ساعات نسمع في بيوت مثلا أهالي زمان يقول لك الكرسي ده ريتانس مثلا، أو وي سيلز، أو الكرسي ده مودرن، أو الكرسي ده كلاسيكي. إيه في الحاجات دي يعتبر ستايل، وإيه ما يعتبرش ستايل، أو بتكون كلمة دارجة مثلا مع الناس. لو جينا نعرف كلمة ستايل، طبعا ليها علاقة بالأستاتيك أو الشكل والمود العام بتاع قطعة التصميم اللي قدامنا.
فلو جينا نقول ايه انواع الستايلز عشان اقدر احدد ستايل التصميم اللي قدامي، سواء كان تصميم داخلي او تصميم منتجات او تصميم فرش، فهنقدر نقول ان احنا في حاجه اسمها ريجنال ستايل، يعني ستايل بالمنطقه، مثلا ستايل افريقي او ستايل فرنساوي او ستايل عربي او ستايل فرعوني، ده ليه علاقه بالمنطقه، يعني معناه التصميم في المنطقه دي في الزمن المحدد ده، التصميم المعماري مثلا في الفتره الزمنيه الاسلاميه في العصر العباسي، التصميم المعماري في العصر الانشنت ايجيبشن او القدماء المصريين، وهكذا، يكون مرتبط بالمنطقه. و الطريقة الثانية لتعريف الستايلز أو الأسلوب إن هو يكون مرتبط بفترة زمنية. فهتلاقي مثلا في التصميم الداخلي والفرش أشهر الفترات، في طبعا English periods وفي American periods وفي Italian periods، لكن أشهر البيريودز اللي كانت موجودة في ستايل الفرنش period، وعشان كده هتلاقي معظم الناس عارفين جدا كلمة ويكانز وليسز وليسيفا Empire style مثلا for example، فهنلاقي ان ده ستايل مرتبط بالفتره الزمنيه. لو بصينا على الاكزامبلز ده، وطبعا لو هنيجي نتكلم على الفرنتشر، فاحنا طبعا لازم ناكد على ان التصميم الفرش اول ستايل في العالم، او طلع من مكان في العالم من عند القدماء المصريين. ممكن انا هسيب الموضوع ده يعني زميلنا القدير عمرو عرنسة، انا متاكده ان هو اكيد هيكلمكم عن التوبيك ده الايام الجايه ويغوص فيه جامد، لكن احنا لازم نبقى كلنا طبعا proud وانسبايرد ان ازاي اول تصميم للفرش طلع من مصر، زي اول تصميم للجرافيك ديزاين وحاجات تانية كتير. فلو جينا بصينا على التايم لاين ده مثلا، هنلاقي ان في فتره ما لما كان في فرنسا لوي 14، هنلاقي ان كان اللي بيحصل في ايطاليا الباروك ستايل ده ادى لايه؟ ادى ان الستايل بتاع الباروك اللي في ايطاليا متاثر جدا باللي كان في فرنسا. فمعناها ان اللي بيحصل في العالم في مكان بيبقى متاثر بيه الاماكن الثانيه بالنسبة للفترات الزمنية. طيب لو جينا نروح أكتر ناحية القرن العشرين، هنلاقي أكتر 3 ستايلز كانت معروفة في الفترة دي بالنسبة للفرش، وهتلاقي طبعا معظم الإكزامبلز اللي أنا حطاها هنا بترجع للكراسي، بما ان انا الباك جراوند بتاعتي معمارية يعني، وزي ما بيقول المعماري المشهور ليس فاندرو، chair is a very difficult object، أو الكرسي ده يعني object صعبة جدا. A skyscraper is almost easier، يعني ناطحات السحاب تكاد تكون تصميمها أسهل من تصميم الكراسي. وهو كان عنده حق بنسبة كبيرة، لأن لما نيجي نتكلم عن design principles هنلاقي إن أسس التصميم بتاعة العمارة بتطبق كلها تاني في الكراسي، ولكن مع الانتباه الشديد لكل التفاصيل والديتيلز بتحقق فيه كمان الستراكشر، وازاي كرسي محتاج يبقى متين، ولما حد يقعد عليه يشيله، وفي نفس الوقت محقق للراحة، وفي نفس الوقت محقق للجماليات. ففعلا من اصعب الاكسرسايزز اللي موجودة في التصميم هي تصميم الكراسي. الاوفر فيو اللي قدامنا دلوقتي ده بيبين، احنا لسه في الريفيو بتاع التايم لاين، وبيبين لنا الارلو هو لو احنا سمعنا عليه قبل كده، اللي هو يعني inspired by الطبيعه. وبعديه جه الارت ديكو، وهنلاقي ان الاستاتيكس بتاعته او الفورم او اللوك اتحول من كيرفيتشر وكيرفي لاينز ودوائر الى زوايا حاده شويه، زوايا تبدو غريبه، اكسنتريك انجلز، الجانتري بتاعته مختلفة خالص، الألوان بتاعته كمان مختلفة، الخامات بتاعته مختلفة. وبعديه ظهر المودرنزم زي ما احنا شايفين الكراسي اللي فوق دول اللي هم very famous، وبقى فيه reproduction منهم كتيرة الفترة دي. حتى احنا كمان هنا في استوديو 39 أول ما ابتدينا البرانش بتاع الفرنتشر ديزاين عملنا reproduction
يعني اللاين بتاع حد من المصممين اللي في فترة المودرنزم، اللي هي عموما راجعة تاني في الترندز بتاعة الفترة دي. كمان يعني بما اننا بنتكلم على موضوع الريبرودكشن ده، ف يعني الواحد يحب يتكلم عن نقطتين. اول حاجه النقطه الاثيكال، ازاي ممكن حد يعمل ريبرودكشن لحاجه حصلت قبل كده؟ هل ينفع ليجلي، يعني قانونيا ينفع ولا ما ينفعش؟ اثيكلي او اخلاقيا ينفع ولا ما ينفعش؟ ف في يعني في شركات وفي مصممين وفي فترات زمنيه بيتقال عليها open sources. open source يعني I can take from them. في مثلا بعض الشركات العالميه بتبقى فاتحه وحاطه ال 3D designs بتاعتها وقايله انها open source. في شركات بتبقى محدده انها open source لل interior designers عشان يقدروا يشوفوا المنتجات بتاعتها مثلا في الفراغ ويحددوا لو هيشتروا منه او هيخلوا clients بتاعتهم تشتري منه وهكذا. وفي حاجات تانية بتبقى مفتوحة open sources عدى عليها فترة زمنية معينة and it's open for يعني many countries ان الواحد ياخد التصاميم دي ويعمل لها reproduction تاني. وفي حاجات لا، انا لو خدت تصميم بتاع حد عامله هنا في مشكلة وتعتبر plagiarism وتعتبر ethical وفيها مسألة قانونية وبتبقى محمية كمان بالقانون الدولي. النقطة الثانية اللي أحب أتكلم فيها لما نيجي على موضوع الـ reproduction ده، إن في حاجة معمولة في الماضي وأنا كمصمم حابة أعملها دلوقتي، هل عمرها، هل ده copying؟ هل هي هتتعمل زي ما كانت بالظبط بالظبط ولا الموضوع بيحصل إزاي؟ فالحقيقة إن التصميم عموما بيبقى مرتبط بال بالكالتشر، يعني بالثقافة الموجودة والمجتمع بيبقى موجود متأثر بالجزء الاقتصادي قد إيه، الإيكونومكس بتاعة الدولة في الفترة دي قوية. كمان بيبقى مرتبط ارتباط وثيق جدا بالتكنولوجي، التكنولوجيا الموجودة في الفترة الزمنية اللي احنا فيها دي عاملة إزاي، هل في تقدم ولا ما فيش، الإتاحة بتاعة المكن في الجزء من العالم اللي احنا فيه وهكذا. فده يؤدي إلى أن لو انت خدت نفس الكرسي اللي اتعمل من 100 سنه وبعدين اتعمل بعد 50 سنه وبعدين اتعمل دلوقتي حالا، مش ممكن ابدا انه هيطلع زي المكان بالظبط. ده بسبب التاثيرات الاقتصاديه والتكنولوجيه وكمان الثقافيه اللي بتبقى موجوده في الفتره دي. النهارده كمان يعني مش هطول عليكم في المحاضرة لأن يعني الوقت بتاعها كده كده قصير. هنسيب فترة كبيرة للأسئلة بحيث إن إيه يبقى الكلام في حاجات تلمكوا دايركت أكتر. يعني لو خلصنا كلام شوية عن التاريخ ودخلنا في مرحلة أنا حابب إن أنا أطلع تصميم ما في الفترة دي، فممكن أعمل إيه؟ أطلع التصميم ده إزاي؟ طبعا بيبقى في كذا طريقة، حد يابروتش مي ويطلب مني ان انا اعمل له تصميم. في الحالة دي هطلب منه ديزاين بريف، انا عايزة بريف، اديني انا هعمل تصميم للكرسي ولا كولكشن، انا هعمل حاجة فرش مكتبي ولا اساس منزل ولا هتحط في حاجة كوميرشال بابليك. كل الحاجات دي بتبقى ليها دايركت انفلونس على التصميم. البادجت بتاعتكم عاملة ازاي؟ سمات لو في خامات مفضله بتبقى عامله ازاي، الجو العام بتاع المود وهكذا. كل دي بيبقى اسمها ديزاين بريف بتجي لي من كلاينت. في حاله ان ما فيش ديزاين بريف والابروتش طالع من عندي او من عند الشركه بتاعتي او انا كمصمم بعمل لشركه تانيه، في ستارت ابس كتيره جدا في موضوع الفرش ده. في حاله ان البريف طالع من عندك فمحتاج يكون في نفس الاجابات على الاسئله اللي قلناها لو في حاله كلاينت. بس كمان محتاج نقطه بدايه، انا هبتدي منين؟ انا عايز اعمل كرسي، هل اقعد امسك ورقه وقلم واصمم كرسي؟ طب هعمله كرسي بتاع ايه مثلا؟ طب شكله هيطلع عامل ازاي؟ طب اعمله، هلاقي الاختيارات اللي قدامي اندس ملهاش نهايه. فكسورس اوف انسبيريشن ممكن للمصمم ان هو يبص على الطبيعه، مثلا زي الصوره اللي قدامنا دي، انا هبص على تكشرز، هبص على درجات الوان، هبص على خامات وهطلع منها كي ووردز تبقى هي الديزاين كونسبت بتاعي او الاساس اللي انا همشي عليه
في تصميم القطعة المطلوبة مني أو كولكشن المطلوبة مني. So for example لو دي الصور اللي أنا هبص عليها ساعتها احتمال كبير تبقى keywords natural, earthy, flowy, curvilinear and so on. عكس مثلا لو بصيت على حاجة تانية ممكن ألاقي إن الألوان اللي طالعة مثلا bold شوية أكتر, مش natural, synthetic, geometrical and so on. فبدور على نقطة بداية. طب هل لازم نقطة البداية تبقى من الطبيعة؟ لا مش لازم, ممكن كمان أرجع للتاريخ زي ما كنا بنتكلم من شوية. فمثلا لو أنا بصيت على الفترة الزمنية بتاعت المودرنزم اللي هي كانت من الليت 20s أو أواخر العشرينات لغاية سنة 1940, ممكن أرجع للفترة دي اشوف ايه الكواليتيز اللي كانت موجوده ساعتها, ايه المؤثرات اللي كانت في الفتره دي, ايه درجات الالوان مثلا. فنلاقي ان الفتره دي كانت مؤثره جدا بظهور مدرسه الباوهاوس في التصميم. درجات الالوان كانت صريحه جدا, الالوان الاساسيه اصفر واحمر وازرق. ابص على الارت ورك اللي موجود ساعتها فهلاقي ان الارت ورك ده بتاع واحد من اشهر الفنانين في الفتره دي, بيت موندريان, وهنلاقي انه الارت ورك بتاعه عامل زي ما يكون الشبكه جريد معمارية أو ستراكشرال بحتة, بس هي قطعة فنية مشهورة من شغله. هبص على مين المصممين اللي كانوا موجودين ساعتها, إيه الكواليتيز اللي في الكراسي, وأطلع برضو من الفترة الزمنية اللي أنا بصيت عليها دي keywords أقدر أشتغل بيها في الوقت الحاضر, في التكنولوجيا المتاحة بالنسبة لي, في الاقتصاديات المتاحة بالنسبة لي, في الماتيريالز المتاحة بالنسبة لي, وهكذا. نفس الحكاية لو رجعت بصيت مثلا على التصميم في وقت القدماء المصريين أو الانشنت ايجيبشن, نبص نلاقي ايه الكواليتيز اللي كانت موجودة ساعتها. الفرنشر كان بيتصمم لمين؟ لو خدت منه keywords هتكون الكيوردز دي عاملة ازاي؟ هل هتكون rectilinear ولا curvilinear؟ هتكون geometrical ولا هتكون natural؟ هتكون مثلا فلوي وكيرفي ولا هتكون عندها انجلز وادجي وهكذا. بطلع صفات, الصفات دي كل ما اكتب كيوردز اكتر كل ما هعرف ان انا يبقى عندي كونسبت او دايركشن ماشيه فيها, بحيث ان لو انا بصمم مجموعه مثلا هتطلع very consistent مع بعض او coherent. لو انا بصمم قطعه هتطلع مش هاجي في النص مثلا اغير فيها حاجه فتوه او اروح في حته تانيه, هيبقى دايما عندي جهه او يعني ايه الكونسبت ده بيديني زي دايركشن ابقى ماشيه فيها, ابقى عارفه انا رايحه فين. يوم ما اعمل تغييرات او كلاينت يعمل مني يطلب مني تغييرات هبقى رايحه في كونسيستنت دايركشن. طيب نقطه كمان مهمه جدا لما نيجي نتكلم على الفينيتشر ديزاين, انا متاكده ان كلنا ممكن يكون عدت علينا كلمه ergonomics. كلمه ergonomics معناها ان انا بصمم للراحه ولليوزابيلتي زي اي فرع من فروع الديزاين. المصمم او المعماري بيراعي فيه الفورم والفانكشن. لما يجي الموضوع يتعلق بالفينيتشر الجزء بتاع الفانكشن بيتحول او بيزيد عليه كلمه ergonomics اللي هي ليها علاقه بالراحه البدنيه. في ناس كتير بتقول ان تصميم الفرش ده يكاد يكون من اهم فروع التصميم واهم من المبنى نفسه, لانه بيبقى ملامس لجسم الانسان دايركتلي اكتر من المبنى, وبالتالي مؤثر في صحته ومؤثر في جسمه وفي طاقته وفي كل الحاجات اللي ليها علاقه بجسم الانسان. كمان هنلاقي زي ما كلنا عارفين انه معماريين كتير مثلا عندهم يعني بوستشر ان بوستشر في ظهرهم, وتلاقي ناس كتيره مثلا بعد كليات العماره بتخرج من الجيش. انا كمان لسه راجعه من زياره من الفيزيوثيرابي, مشكلة يعني حكاية الموضوع المعماري ده, وده معناه إن الكرسي مهم جدا جدا للناس اللي بتقعد على المكاتب فترة كبيرة. برضه حاجات تانية أنا يعني مش بفضل قوي إن أنا أدخل في حاجات معلومات متاحة على الإنترنت زي مثلا تعريف الفرش, إيه هو الفرش. بس لو أنا هدخل في حاجة زي كده محتاج أعرف إيه الفرش وإيه الأنواع بتاعه, إيه الفرق بين الفرنتشر والفيكشر, إيه الفرق بين الفرنتشر اللوس والفرنتشر الفيكست او البيلت ان.
فلو جينا تاني نتكلم أكتر على كلمة ergonomics، هنلاقي إن هي متعلقة بالسيتنج وبالزوايا بتاعته. مش ممكن كمان هقدر أدخل في الergonomics وأنا مش عارفة إيه وظيفة الكرسي اللي هقعد عليه، فهنلاقي إن الزوايا المتعلقة بالكرسي المكتبي غير الزوايا المتعلقة بالكرسي لو هقعد آكل عليه مثلا، غير اللاونج تشير اللي هيبقى في حد قاعد بيتفرج عليه على التلفزيون وهكذا. ولكن الزوايا دي عموما منحصرة، مش بتزيد، من بتبقى بتتراوح بين يعني رينج معين من زاوية 100 درجة أقل شوية أو أكتر شوية. ارتفاع الكرسي كمان ليه تراوح من أول 35، كمان أصغر من اللي احنا شايفينه قدامه، بيطلع لغاية 45. وبيبقى فيه مراعاة تفاصيل تانية كتير، لو هيكون قدامي ترابيزة ارتفاع الترابيزة قد إيه، علاقتها من الكرسي، بعدها من بعد الكرسي من عن الكرسي قد ايه، لو انا قاعده على الكرسي المسافه اللي بين ركبي وتحت الترابيزه بالذات معلش كان في ديسكونكشن. فزي ما كنت بقول ان انا يعني بعد ما بصينا على موضوع الانسبريشن، ازاي انا كمصمم ممكن ارجع لايه علشان يجي لي انسبريشن، زي ما اتكلمنا من شويه ببص على الايرجونومكس كمان او ايه الستاندردز الموجوده بالنسبه للكراسي، وعشان اعمل كده كمان لازم ابقى محدد، او للفرشه عموما ابقى محدده انا بتكلم في انهي فرش، ايه الميزز بتاعته، وبالتالي اقدر اشوف ايه الراحه البدنيه بتاعته. بعدين كنا بنتكلم على اعرف منين انا الستاندردز دي، فكنا بنقول هنرجع المرجعيات زي بالظبط في التصميم المعماري. مش عارفه كمان لو انتوا اكتريتكم تدرسوا عماره او ايه، يعني هنعرف يوم شويه لما نفتح الاسئله. ولكن لو حد هنا بيدرس تصميم معماري هيبقى عارف ان هو في حاجه اسمها تايم سيفر مهمه جدا بالنسبه له، او نويفر. كل الكتب الستاندردز دي عامله كتب صب منها بالنسبه للفرنتشر، فهنلاقي تايم سيفر كمان للفرنتشر، الفرنتشر ستاندرد، ودي هتعرفنا حاجات زي الزوايا بتاعة الكرسي قد ايه، البعد بين البيس بتاعة الكرسي وبطنية الترابيزة قد ايه، ارتفاع المكتب يبقى قد ايه، ارتفاع الدايننج روم تبقى قد ايه، وهكذا. احنا طبعا عايشين دلوقتي في عصر فيه فريدم اكتر، وفيه يعني الكلاسيكيات كلها بتبريك، وفي تطور، وفي اي اي وهكذا. والمرجعيه الوحيده ده انا ممكن ابريك كل الرولز، طبعا ممكن تبريك كل الرولز، وفي انكارجمنت على بريكنج الرولز، انما الحقيقه انا يعني دايما جمله بقولها لكل الستودنتس بتوعي وعموما يعني في الحياه، الواحد بيحاول مش ممكن هبريك الرول لو انا مش عارفه ايه الرول، فانا محتاجه اعرف الرولز وبعدين ابريك الرول. فالنهارده بما اننا بنتكلم على الفاندمنتالز او الاساسيات بتاعه التصميم، ف لو انا حد داخل جديد محتاج جدا اعرف ايه الميدز وبعدين اعمل لها بريكنج. لو انا عايزه ابص على مرجعيه للستاندرز تعتبر حديثه شويه، ممكن ابص على ويب سايت اونلاين اسمه dimensions.com. طيب انا خلصت، بصيت على الماضي وبصيت على
inspiration، يعني شفت هستوحي من الطبيعة، هستوحي من لاندسكيب، شفته هستوحى من فترة زمنية معينة، زرت منطقة في القاهرة حبيتها جدا وعايز استوحي منها، هعمل كده. طلعت الكيوردز بتاعتي وعرفت انا ايه الايتمز اللي هطلعها. انا هعمل مثلا كرسي مكتب وترابيزه، فهرجع للستاندردز، هرجع للستاندردز وهشوف ايه الـ يعني ايه الزوايا بتاعتي، ايه الارتفاعات بتاعتي، ايه وهكذا. خلصت كل ده، هدخل على حاجه اسمها مود بورد. ايه مود بورد دي بقى؟ ان انا بشوف ايه المود العام بتاعي جاي ازاي. انا كنت اوريدي ابتديت فيها شويه لما جينا نتكلم على الانسبريشن، مثلا انا زرت منطقه قريبه من البحر، فبص على الرمله، الرمله ليها تكشر معينه، ليها الوان، ليها درجات معينه. انا بص على حاجه فيها مثلا ثلاثه الوان في ناحيه معينه وهكذا. لما باجي بقى للمود بورد بشوف ايه درجات الالوان اللي بص عليها. ده انا بص على الوان ناتشرال، لا انا بص على الوان وورم شويه، لون التراكوتا والطينه في الارض. انا بالنسبه للخامات عايزه الدنيا تبقى ناتشرال، هبص على حجاره، هبص على خشب وهكذا. لو عندي قماش، القماش ده هيبقى ساده ولا هيبقى باترن، عندي درجات الوان هتبقى رايحه ناحيه ايه. انا كل ده لسه برضه في حاجه ما هياش صالت، يعني بعمل تاستين وبختار من الخامات دي ايه المتوافق مع بعض اللي هقدر منه اطلع حاجه. لا والله انا عايزه ابص على حاجه سينثيتك شويه ومطلوب مني حاجه حديثه وريكريشن، وانا بعمل مطعم وهكذا، فممكن ساعتها اروح للماتد زي الماسوره اللي قدامنا دي. فبعد ما بعمل مود بورد الجنرال، بدخل بقى في حاجه دقيقه الفاينلايز بتاعتنا اللي هي ماتيريال بورد. ايه يا جماعه الماتيريالز اللي انا هستعملها؟ انا هستعمل خشب. فبعد ما عرفت ان انا خشب، هبتدي بقى انزل درجه كمان اشوف طب ايه قطعات الخشب الموجوده عندي، درجات الخشب ايه الانواع الخشب المتاحه بالنسبه لي. وانا بشوف ان في الفتره دي مهم جدا ان انا ابقى بتكلم مع الحد اللي هينفذ، في حد هينفذ بنفسه، في حد هيتعاون مع مصنع ينفذه، في حد بيروح لنجار او لورشه عاديه ينفذها. بالنسبه للتنفيذ في طرق كتير، محتاجه اتكلم مع الحد اللي هينفذ بالذات لو انا ما عنديش خبره مثلا في النجاره لو انا هشتغل في الخشب، او في الحداده لو هشتغل في الحديد وهكذا. محتاج انزل ورشه اعرف ايه الفرق والله بين الار وبين الزاج، بين البيتش باين وبين وبين الموسك وهكذا. فبعرف كل مجموعه خشب ليها الصفات بتاعتها، التكشر بتاعتها عامله ازاي، الريجل اللي في الخشب نفسه ناعمه ولا واسعه، ينفع اوت دورز ولا ما ينفعش. وبرده الاكسرسايز بتاع انا هحط المنتج بتاعي فين، لو هحطه بره يبقى انا متحدده في مجموعه خامات، غير اللي لو هحطه جوه الفينش بتاعها كمان بيختلف. رسيت على الخامات بتاعتي برضو كمان. لو اتكلمنا على الماتل، ففي دلوقتي القطاعات المواسير بتاعتنا بقت ليها يعني اتاحات كبيره، هحطها بره ولا احطها جوه، هشتغل حديد ولا هشتغل ستانلس ستيل. الدهانات كمان بقت متطوره جدا وفيها درجات دقيقه، وموستلي بيبقى مثلا انواع الدهان الكتروستاتيك اللي بينزل الاحواض فيها عشان الماتل تطلع معانا باللون اللي احنا عايزينه. عرفت انا هعمل خامات ايه. وطبعا كمان بقى في حاجات متطوره جدا زي الحاجات السمنت بيز، خامات مثلا انا عايزه اللوك بتاعتي تبقى شبه الكونكريت زي كده، لو انتوا شايفين الخامه بتاعتي مثلا تبقى عامله زي الكونكريت وهكذا. خلصت انا الحاجات دي، برجع بقى اعمل البريف بتاع السكتشنج بتاعي مثلا. فببتدي اعمل سكتشنج. طب انا ما بعرفش ارسم، هعمل ايه؟ والله طبعا بقى في حاجات اندس دلوقتي كبرامج وسوفت وير. انا متاكده كمان ان انتوا الاسبوعين اللي فاتوا يعني خدتوا دوس من الكورسات المناسبه جدا اللي هتمكنكم ان يبقى في سكيل، ان انا لو جاتني فكره اعرف اطبقها. انما انا شخصيا بحس ان يعني مفيش بديل على ان المعماري او المصمم يبقى بيعرف يمسك ورقه ويشخبط كده هو يطلع الفكره بتاعته سريعا.
دي مفيده جدا، ولسه لغايه النهارده هي اسرع وسيله ان انا انزل فكره جات لي في دماغي، انا صحيت من النوم وشفت حاجه كده وعايزه انزلها على الورق. دي اسرع حاجه ان انا امسك ورقه وقلم واعرف اشخبط. بعد ما بعمل الشخبطه بتاعتي دي اقدر اخدها وادخل بقى على بروجرام من التكنيكال 3 دي اللي هم برضو يعني كتير جدا بقى. انا برضو متاكده ان في ناس كتيره كلمتكم عليهم بقى، هشتغل اوتوكاد، هشتغل راينو، هشتغل رافت، هشتغل اركيكاد، ايه البرنامج المناسب ليا. وطبعا اكتر بروجرام مناسب للحجم بتاع الفرنتشر هو راينو، مناسب لحجمه. انما هتلاقي معماريين بيشتغلوا مشاريع كبيره بالراينو، وهتلاقي كمان مصممين فرنتشر بيشتغلوا تقليدي على الاوتوكاد. انما لو يعني لو بنتكلم على الوظيفه اللي البرنامج اتعمل لها، فالراينو هو افضل حاجه مناسبه. افضل طريقه او اسرع طريقه ان انا ابقى بعلم نفسي الفري هاند سكتشنج، ان انا ابتدي بمربع مكعب، برسم مكعب وبحوله بقى الترابيزه، بحوله الكرسي، برسم في المنظور في 3 دي وبحوله الكرسي. برضه موضوع الكي ووردز مهم جدا، باجي اشتغل على اي مشروع لازم الواحد بينزل الكي ووردز بتاعته يبتدي يشخبط شويه. موضوع الاكسبلمنتيشن في النسب مهم جدا جدا جدا، هعمل الحاجه السمك بتاعها قد ايه، تخين ولا رفيع، كبير ولا صغير، اجرب حاجات كتير. الاكسبلمنتيشن واحده من اهم الحاجات ان انا اعرف اطلع a good quality design، وكمان ان انا اطلع حاجه جديده، معناه ان انا لازم اجرب كتير. بعد ما اعمل الكيوردز بتاعتي مثلا شغاله بولد جيومتريكال باورفل اند سو اون، اخدها واطلع منها paragraph، يعني اعرف اطلع جملتين ثلاثه كده على بعض، زي ما قلت ان دي الدايركشن اللي هتوديني ايه في ناحيه الكونسبت. خلصت الحكايه دي بدخل بقى على ايه اللي هروح للبروجرام 3 دي بتاعي، برودكشن بتاعه الفرنتشر ديزاين زي اي حاجه معماري. بشتغل بلان فوق، ببص من فوق او من تحت، بعدين بنزل الاليفيشن بتاعتي، وبعدين ببص من السايد فيو، واخر حاجه بيبقى عندي 3 دي فيو. الاكزامبل اللي قدامنا ده حاجه من الشغل الكاستم ميد بتاعنا، جزء ترابيزة عرض يعني بتاعت حاجة معينة، بروجكت معين. ففي الحالة دي زي ما قلنا بناخد بريف من الكلاينت، وبعدين بنبص نشوف ايه اللي هنعملها. ادام انا جاي لي سبيس اوريدي، يبقى لازم ببص على سبيس كويس قوي. حتى المشروع ده مثلا احنا كمان مصممين الداخليين، فبيبقى في كونسيستنسي او امبريلا معينة للديزاين تيم عشان الفرنتشر يطلع متناسب مع الانتيريور ديزاين او الاركتكتشر بتاعة المكان. مهم جدا كمان ان انا كديزاينر اقدر ابص على التفاصيل، لو انا شغاله خشب هل الادجز بتاعته هعملها راوند كده وسط، ولا انا هشتغل بزوايا حاده مثلا فور اكزامبل، هنعم الحاجه واخليها راوند، ولا هخليها حاده وزاويه. وكل كمان الحاجات اللي هتحدد لي دي برضو هي الكونسبت والدايركشن اللي انا عاملاها في الاول. كمان لو هعمل فيلتس او دورانات، طب صمتها قد ايه، بجرب في الصغير بجرب في الكبير اشوف انا قد ايه انا مرتاحه، وهكذا. الرسمه اللي قدامنا دي تعتبر اسمها working drawing اللي هي technical drawing، بس في الحقيقه في الفرنتشر ديزاين دي مش كفايه. بعد ال working drawing دي بيطلع حاجه اسمها short drawing، بالذات او هي هتنفذ مثلا مصنع او هيطلع ماس برودكشن وهكذا. في ناس متخصصه جدا في الشوب دروينج، وهو ادق بكتير من الوركينج دروينج اللي هو بس بيتكلم في طول في عرض. الشوب دروينج بقى بتكلمك في التركيبات نفسها، الجوينري حاجه مهمه جدا، ازاي التعشيقه او التركيب بتاع الفرنتشر بيسز دي مع بعض هتيجي شكلها ايه وهكذا. زي ما كنت بقول شويه موضوع الفراغ مهم جدا، لو انا بعمل سبيشال اكسرسايز فبطلب ان انا يبقى عندي مقاسات القاعه او المكان السبيس اللي انا شغاله فيه، ابتدي اشوف الارينجمنت بتاعتي هتبقى عامله ازاي، اتاكد اجان من الستاندردز ان السيركيليشن هتبقى كويسه ومناسبه، زي ما انا بتاكد ان المقاسات بتاعت الايتم او الاوبجكت اللي انا بعملها يعني فانكشنال وارجونوميك ومتناسبه مع الهيومن بودي. كمان اتاكد انها مناسبه للناس اللي هيعدوا حواليا في المقاسات، بيبقى برضو مناسب جدا ان انا الفتره اللي بعد ما خلصنا سكتشات فيها ان نبتدي نعمل ديس اسامبلي او نشوف ايه القطع اللي خارجه من الموضوع علشان اعرف اعمل برودكشن. فمش بكتفي بال 3 دي على بعضه، لا ده انا بفككه وبعرف كل قطعه منها عامله ازاي، وكمان ساعات بنطلع لها بروتوتايبنج زي كده
مخلي النجار يطلعها بخشب رفيع مثلا زي ده، بحيث ان انا اقدر اشوف الكرسي وهو راكب على بعض، والله ده الرجل بتاع الكرسي وده الجسم بتاعه، هل البروبورشنز دي مناسبه ليا ولا لا، عايز اغير فيها حاجه. ولما بيبقى تمام بتفضل عندي الاستنباط دي علشان ايه، تضمن ان بعد كده الحاجات تطلع البرودكشن بتاعتها مظبوطه. يعني انا كده تقريبا خلصت، هستأذنك بس دقيقه واحده وهرجع تاني وهكون جاهزه للQ&A. شكرا. مساء الخير. طيب هل في حد يحب يسأل حاجة تعليقا على الضغط بتاعت النهارده؟ طيب اللي عنده سؤال ممكن يكتبه في الكومنت وانا هقدر اشوف. طيب في سؤال بيقول ازاي اقدر اعمل ماتيريال بورد او مود بورد بشكل بروفيشنال لمشروع الكليه.
في طريقتين ان انا اعمل مود بورد، في طريقه ديجيتال وطريقه فيزيكال. الطريقه الديجيتال دي اسهل حاجه، ان انا ببتدي اجمع صور للاخشاب مثلا اللي انا عايزاها، اقدر اجمع صور للاقمشه، هجيب صور لكل الحاجات اللي انا عايزاها، وابتدي هتست مع بعض الصور دي هتقعد حلو ازاي. هوريكم اكزامبل حالا اطلعه كده واحنا قاعدين بنجاوب على الاسئله. الطريقه الثانيه الفيزيكال زي ما وريتكم كده، زي الصوره المفتوحه قدامنا حاليا دي عينات حقيقيه، دي ممكن تكون بالنسبه لحد جديد في المجال او ما اشتغلش قبل كده ممكن تكون هدف شويه، ان انا محتاجه انزل اجيب عينات من النجار، هروح للحداد اجيب عينه، هروح لبتاع القماش اجيب عينه وهكذا. فالطريقه الاسهل ان انا هعملها بصوره ديجيتال، هسيرش اب وود تايبس، اجيب درجات الوان خشب، وكده كده المصممين كلهم بنبتدي ديجيتال الاول قبل ما نروح للريل ماتيريال بورد. فهنعملها ديجيتال. طيب ايه كمان اسئله؟ حاسس ان تصميم فرنتشر مشبع الى حد ما، ممكن تكلميني عن مستقبل المجال ده وممكن تكلميني عن المسابقات؟ والله المسابقات ممكن تكون يعني متاحة بصورة كبيرة، في مسابقات جوه مصر وبره مصر. لو أنا جديد في المجال ممكن أشوف إيه اللوكل اللي موجود، في بلاتفورمز كتير جدا في مصر بتقدم المسابقات دي، معظمهم الحقيقة ستوديو 34 جايبين كل الفاوندرز بتوع البلاتفورمز دي كلها، ديزاين اندستري زي عمرو عرنسة، كمان محمد رضوان أعتقد ديزاين اندستري، يعني الواحد مش عايز ينسى حد أو يقول اسم مش مظبوط، بس استوديو 34 يعني مقدم رضوان بالظبط. فاستوديو 34 جايب كل الناس دول، فاقدر اشوف ايه اللوكال وبعد كده اتنقل للمسابقات اللي موجوده بره. مستقبل المجال، مستقبل المجال كويس جدا طبعا، طول الوقت الفرنتشر حاجه الناس بتعوزها وموجوده، موجودة دايما بصفة مستمرة، فأعتقد المستقبل كويس إن شاء الله. وأنت السؤال تسأل نفسك، هل أنا كمصمم ميال أكتر ناحية الحاجات الصغيرة ولا الحاجات الكبيرة؟ هل أنا عندي أتنشن للديتيلز ولا لأ؟ في ناس بتتخنق من السكيل الصغير جدا، وفي ناس بتهنج العكس لما تروح للسكيل الكبير. فأنا بشوف إن الفرق بين العمارة والتصميم المنتجات أو الفرش، تصميم الجرافيكس كمان، كل فروع التصميم دي نابعة من نفس الديزاين برينسيبلز بتاعتها او مبادئ التصميم، واحدة كلها عايزة اي فور بروبورشن اند ديتيل، التالنت بتاعتها واحدة. يعني لو في طفل صغير باين ان هو مصمم بيبقى عنده نفس الصفات، بقى هو هيطلع من مصمم جرافيكس لغاية مصمم اوربن بقى وريجنال بلاننج وهكذا. فمن اوائل الأسئلة اللي الواحد بيسألها نفسه، هل انا بفهم 3D كويس ولا انا عايزه اشتغل تصميم بس فلات؟ هل انا بفضل سكيل كبير ولا سكيل صغير؟ عارف اتعامل اهندل الديتيلز كويس ولا بتخنق منها بسرعه وعايز اروح في حاجه اكبر وهكذا؟ ازاي اقدر اطبق فكرتي في الكونسبت في شكل فرنتشر؟ يا نغم، يا نغم زي ما قلنا الفكره دي بتبقى بدايه ولازم تندمج مع حاجه تانيه اللي هي البريف. فما ننساش الديزاين بريف بنحطه مع الفكره، الديزاين بريف ده تاني يا اما جاي لي من كلاينت يا اما جاي من نفسي. انا بدي نفسي اكسرسايز، انا هعمل كرسي مكتب وترابيزه، اروح اجيب الستاندردز بقى بتاعتها على طول. غير لو انا هعمل لاونج تشير هتفرج على يعني مناسب مثلا لقعده ريلاكسنج او حد بيتفرج على شاشه وهكذا. فانا الفكره لوحدها مش كفايه، الفكره لازم تندمج معاها بريف عشان تقدر تتحول لتصميم مبدئي، وعشان تطبقيها تاني برجع للكيوردز اللي انا قايلاها، انا هشتغل جيومتريكال ولا هشتغل ناتشورال، هشتغل حاجه لايت ومينيمال وخفيفه ولا هشتغل حاجه بولد اند هيفي اند كلاسيكال، فورمال ولا بلايفل، لحد كبير لحد صغير. فلما تجاوبي على مجموعه الاسئله دي كلها مع الفكره اللي عندك هتقدري تطلعي فيرنتشر. مصطفى جاوبنا على سؤاله، في what courses or program do you recommend for product design؟ زي ما قلنا من شوية في مدارس كتير جدا، في مدرسة كمان عاملها إيهاب، ساعدني يا حسن، مدرسة موجودة في الدقي بتاعة تصميم برضو فيها furniture design وفي design industry، واعتقد ممكن بعد ما نخلص ستوديو 34 يقدم لكم لسته. وزي ما قلت من شويه الفاوندرز بتوع مدارس التصميم دي كلها متاحين عندكم هنا
البرنامج ازاي اقدر اشوف بقية الأسئلة. مصطفى جاوبنا على سؤاله. في ايه السورسز اللي اقدر اتعلم منها اكتر عن الفورنيتشر ديزاين؟ زي ما قلنا في كورسات، في كتب طبعا كتير جدا، اقدر ابعت لكم برضو مع حسن بعد المحاضره. يعني في كتاب كمان انا بعتبره برضو الاساس كده في فورنيتشر ديزاين، اسمه اطلس اوف فورنيتشر ديزاين، بس ده هيبقى يكون اكتر مرجعيه تاريخيه. أعرف إيه البرنامج اللي حضرتك استخدمتيه في الديتيلز بتاعت فرنتشر؟ مريم أيمن، قصدك إيه الديتيلز؟ أنت بترسمي يعني؟ أنا الأول ببتدي برسم سكتشز بإيدي زي اللي وريتها لك دي، وبعد كده بدخل على أوتوكاد لو هشتغل 2D 3D، ساعات بيطلع من الأوتوكاد وأفضل يطلع من الراينو، كمان في رابط. فأنا التيم اللي معايا متنوع، بيطلع أي برنامج اللي أنا قلت لك عليهم دول. مريم حسين بتسأل how to figure out the most appropriate material texture for a certain piece and how to figure out the material are available or not. برضو عشان تعملي كده لازم يعني تخلصي الهوم ورك المطلوب منك كله. هرجع للبريف، لو انا عامله اوت دور هتلاقي الماتيريال على طول هعمل لها ليميتد، ده انا مش هقدر احط حديد ده هيصدم، فلازم احوله ستانلس ستيل، مش هقدر احط زان لانه هيتاثر، فساعتها هتجه للبيتش باين او التيك لو انا عندي القدره. هلاقي مثلا الايكونومكس بتاعه المشروع صغيره، يبقى على طول التيك هيطلع بره لانه مكلف جدا، هروح للبيتش باين وهكذا. فزي ما بقول ان الكونسبت لوحده او فكره لازم تكون مدعومه ببريف، عارفه كويس قوي انا بعمل ايه، شغاله بره ولا شغاله جوه، شغاله في حاجه كوميرشال ولا ريزيدنشال، وبالتالي هي دي لوحدها الايكونومكس، الماديات اللي موجودة ومتاحة حجمها قد إيه. فكل الحاجات دي هتخليني أقدر إن أنا أنارو داون الخامات اللي شغالة عليها، وبقية البارت بيبقى استخدم يعني على حسب ذوقك أنت كمصممة، يفرق جامد جدا أنا هشتغل حاجة بولد ولا هشتغل مينيمال، هشتغل سيمبل ولا سوفيستيكيتد، هشتغل حاجة كالرفول ولا ناتشرال وهكذا. ازاي تقدري الخامات متاحة ولا لا، لازم تسألي وتنزلي الورش وتابروتشي سبلايرز وورش وهكذا. سحر، what courses or program do you recommend for product design؟ يعني زي ما قلنا من شوية، نفس البروجرامز الثلاثة اللي قلنا عليها وكورسات ممكن نبعت بيها لستة. تقريبا أنا كده جاوبت على كل الأسئلة، ميرسي جدا وقتكم وحسن استماعكم، واتمنى لكم يعني المحاضرة دي تكون مفيدة ليكم في المستقبل إن شاء الله. Thank you so much.